الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. احنا اليوم رانا متواجدين هنا في مليانة لتقديم تعازي الأسرة الرياضية، لتقديم تعازي الشعب الجزائري لهذا الرجل الطيب، هذا الرجل اللي واش نقول لك، كاع الشعب الجزائري راه يتحي لك كلامك اللي قلته، وال يعني والتهدئة، وبينت باللي انت انسان طيب وابن طيب. كن متيقن باللي والديك اللي توفاه الام الله يرحمها والاب راهم يدعوا لك بالرحمه، باسكو عرفوا شي يجيبوا. احنا هذوك الناس ما يمثلوناش وما يمثلوش الشعب الجزائري، الشعب الجزائري اللي اتحد وطرد الاستعمار الفرنسي، واتحد وبنى الجزائر، واتحد كذلك وقت العشريه السوداء، وهذه المنطقه عانت من العشريه السوداء. دونك ولهذا ان شاء الله نقول يا ربي يكون من اهل الجنه. الابن تاعك، الابن تاعك يا الحاج، كون قاعد توفى في ظروف اخرى كانوا هادو الشعب يحضروا له. علاش؟ لانهم يشهدوا عليه بالاخلاق الحسنه. بلغ تحياتي للوالده، قولها عرفتي شا تربي وعرفتي شا تجيبي، وانت هو البطل، هو الله يرحمه ويوسع عليه. انا نعرف قيمه التطوع ونعرف قيمه التضامن، رحت الاماكن عده لمده 23 سنه، ولدك توفى وندعو له بالرحمه والله يصبرك. تحياتي لناس مليانه اللي اليوم اللي بينوا كذلك المعدن تاعهم والاخلاق تاعهم، تضامنوا وساعدوك باش تجاوز هذه المحنه ان شاء الله، وربي يرحمه ويوسع عليه الحاجه. الراديوز اولا بلغ لها السلام الحار، والجزائر كامله، الجزائر كامله ناضت معنا، الجزائر كامله انجرحت وانضامنت وانجرحت. اليوم مشيت لتيزي وزو، يعني امنوني لو وليت انا نصبر في هذوك الناس، يبكوا يعني ما همش عارفين وش يقولوا. قال لك احنا ما يمثلوناش هذ الناس، احنا خاوه، احنا عندنا امنيتنا هي الجزائر، ما نفرقوهاش ما نقسموهاش. ولا راديوز، لا راديوز ما راهم الناس كاع يعرفوها، ما جازتش غير هنا في مليانة، جازت في شحال من مكان، شحال من حضرت مع شحال من الناس، نشكروها ياسر. وحنا بالمناسبة إن شاء الله غير هذا الوباء يروح، جمعية راديوز تهدي لك عمرة ليك والوالدة إن شاء الله، وهذه العمرة باش تروح تترحم عليه في قبر الرسول والكعبة الشريفة إن شاء الله، وهذا واجب لإنسان طيب، الناس كاع راهي تحي لك وراهي تقول لك بارك الله فيك على الكلام اللي قلته، يعني والحضور تاعك في هذه المأساة، المأساة الوطنية. احنا افتقدنا جمال ولدنا، كذلك الحاج ندعو بالرحمة كذلك لشهداء الواجب الوطني من جيش التحرير، واش تقول عليهم كذلك؟ شوف كاين مواطنين، كاين هذوك لي ميليتير العسكريين اللي ماتوا ثم، كاين لي بومبي، هذوك كاع يعني ولادنا. وجمال انا وليدي يعني انني حاسبه من هذوك الناس اللي راحوا ومات معاهم، الله يرحمهم وما كذلك، الله يصبر اهلهم ان شاء الله. ماهيش حاجه سهله، ماهيش حاجه سهله اللي باه نقولوا هكا، الله يصبر الاهل نتاعهم، والله يلم الشمل نتاعنا ان شاء الله. الشمل نتاعنا هو اللي الله يلمه، الله لا يجعلنا باش نتفرد. الو
جيناكم حنا من وهران باش نعظموا لكم الاجر. جينا باش وجينا باش وجينا دقيقه وجينا باش نهدوا عمره للوالد والوالده. هذه وحده هذه وحده. جماعه 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 دقيقه جماعه دقيقه جماعه دقيقه 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 جماعه دقيقه جماعه دقيقه. كاين حاجه ديروها في راسكم الله يرحمه ووسع عليه وحده ما تقطعونيش. ما تقطعوش حاجه للتاريخ. باتكم وجدودكم وجدودنا داروا الثوره هذه بلاد علي لا بوينت. فهمت؟ قالوا له هود ما خاصك والو نرسلوك لفرنسا وتعيش مكرم. قال لهم لا نموت مع جماعتي في باب الواد ومكاش. هذه وحده. جال دقيقه جماعه جال ارهاب جال ارهاب واتحدتوا انتم وباتكم وجدودكم مقدين عليه. هذوك ما يمثلوناش ومشي بشر. الحمد لله. سيد متشاهد حنا نغيروا بلاصتك وغيروا حنا كيما كيفاه وغيروا حنا ومتنا. باسكو يقول لك لي موت باسكو يقول لك لي موت محروق راه الجنه. حتى واحد منا راه دام الجنه. يا او جماعه 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 الثقه جماعه الله يخليكم جماعه الله يخليكم يا صاحبي جماعه تحيه التقدير لباباه لوالديه والله يصبر امه. امين امين. وهذوك ما يمثلوناش وما كانش يفرق هذه البلاد. الحمد لله. ما كانش يفرق هذه البلاد. مكاش ربي ربي شوف العذاب القبر العذاب القبر عذاب تاعهم اكثر منهم العذاب اكثر منهم العذاب اكثر منهم يا جماعه. الثقه تاعنا في الناس هنا وان شاء الله يخلصوها غاليه. جيبوا له حقه جيبوا له حقه ان شاء الله جيبوا حقه. الله اكبر جمال حبيب الله. الله اكبر جمال حبيب الله. الله اكبر جمال حبيب الله. نقول له الله يرحمه ويوسع عليه. وليدي راح يخدم لله في سبيل الله راح يعاون الله يرحمه ويوسع عليه وكثر خير الجزائريين كثر خيرهم. ادعي له بالرحمه ادعي له بالرحمه ادعي له بالرحمه. قولي الله يرحمه ويوسع عليه.
الله يحمي ويسالي، الله يثبته للسؤال. امين يا الله. يا الله. ادعي له، ادعي له. يا رب. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قريب على الفتح. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب. الله يرحمك يا ولدي. الله يرحمك. ها هو ادعي له، ادعي له، ادعي له بالرحمة، سلمي عليه. الله يرحمك يا جمال. سلمي. 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 يا الله. يا الله. الجمال والإسحاق. الله يرحمهم، الله يرحمهم. هذه اللي جمال والإسحاق. يا الله. الله يرحمهم في زوج. قولي. ماتوا شهداء في زوج. في زوج. في زوج مغدورين. وحنا. يا الله. وحنا عائلة مشي تحفتنا. ربي يرحم خونا جمال وصبر الأهل تاعو، والله ما مأساة كبيرة يعيشها مدينة مليانة. وبصفتنا من مدينة خميس مليانة، نمثلوا مدينة خميس مليانة، رئيس لجنة أنصار تاع سكاف، رانا متأثرين، والشعب تاع خميس راه كومبلي هنا في مليانة، راه مع خاوته في مليانة، وتنديد كبير باللي صرا في مدينة القبائل. حنا الجماعة راحوا يعاونوا، ما راحوش باش ينحرقوا. حنا ماناش تحفتنا، حنا نطالبوا بالقصاص تاعنا. الفتنة حنا ماناش تحفتنا خويا. إنسان خالوق. ونجيبوا له حقه تاعو، إنسان خالوق ونعرفوه، وقعد معانا ونعرفوه مليح مليح جمال، ماشي ذا هو اللي آذي. ورانا هنا في الجنازه تاعو. أمين أسكي ذاهي بنين الأم نعيم زولو قدر نوع زاري لأني هاي لأني